يعني انا عندي سؤال تاني، هو هيبقى مهم جدا، لكن اسمح لي ان احنا نروح جنوب افريقيا نطمئن على فريق النادي الاهلي هناك. معايا مراسلنا، مراسل قناة النادي الاهلي محمد سعيد. السلام عليكم يا محمد. اهلا بيك زميل الاستاذ محمد الليثي، واهلا بالسار المصري كابتن احمد حسن. ازيك يا محمد، ربنا ازيك يا ابو حميد. ايه الاخبار عندك في جنوب افريقيا؟ عندنا ملخص سريع كده لليوم النهارده في استعدادات الاهلي لمباراة سوبر سبورت. النهارده الاحداث كانت كتيره قوي، بس انا هاخد بس الاول من ختام كلام الكابتن احمد حسن بخصوص المنتخب، وبعد كده هخش على اخبار النادي الاهلي. اتفضل. الناس بتقابلنا في بريتوريا تاون، مدينه بريتوريا، وبتعتذر لنا عن فوز جنوب افريقيا على منتخب مصر. زعلانين جدا ان منتخب مصر حاصل على نقطه واحده، والنهارده اكتر من شخص من جنوب افريقيا، طبعا بالتاكيد احنا بنرتدي تيشيرتات مكتوب عليها الاهلي تيم ايجيبشن، فالناس بتعتذر جدا، زعلانه ان منتخب مصر نقطه واحده، وان جنوب افريقيا تسببت بشكل او بنسبه كبيره او نوعا ما في امكانيه اقصاء منتخب مصر من التاهل لبطوله امم افريقيا 2012. يمكن هم سعداء جدا ببعثه النادي الاهلي، ويمكن عايز اقول لك هم فرحانين ان بعد المنتخب النادي الاهلي موجود، لعل وعسى تكون الصوره باذن الله تكون صلى واحسن باذن الله ان شاء الله. ده بالنسبه للمنتخب. بالنسبه للنادي الاهلي عايز اقول لك الجديد ان الاتحاد الافريقي عين طاقم التحكيم للمباراه من سيشل، واطمنك ان هو مش ايدي ما ايه. اوعى يكون ايدي ما ايه. ما هو مش ايدي ما ايه. الله يطمنك. اطمنك لان انا اول ما عرفت ان طاقم الحكام من سيشل اهتميت قوي بالاسم، لكن هي لسه انا لسه الاسماء لسه ما وصلتليش، لكن اي حد من سيشل ماشي بس الا ايدي ما ايه. هو الكابتن سيد قال لي من سيشل، قلت له ايدي ما ايه، قلت له مش مهم بقى اي اسم يطلع تاني. خلاص ان شاء الله خير يعني، ماشي الحال. بالظبط كده، كان طاقم التحكيم من سيشل والمراقب من زيمبابوي. لغايه اللحظه ديت لم يصل المراقب الى فندق فندق اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. تمام. غدا باذن الله بعثه الفريق ان شاء الله وافقت على دعوه السفير المصري الدكتور محمد بدر الدين، وهيكون في حفل في منزل السفير وفي السفاره الساعه 5:30، وهو نفس توقيت مصر وتوقيت جنوب افريقيا. لا تمام. حسام غالي تعرض النهارده للسرقه داخل الفندق، اتسرق منه 500 راند. اتسرق منه ايه؟ محمد اتسرق منه ايه؟ 500 راند. 500 راند اللي هي العمله بتاعتهم يعني. عمله جنوب افريقيا بتوازي حوالي 80 دولار او 90 دولار. هو اتسرقت من اوضته؟ اتسرقت من اوضته النهارده الصبح، واحنا موجودين في التمرين. وبالتاكيد ده طبعا مش غريب يعني، كابتن احمد حسن سافر كتير وكان متواجد كتير بجنوب افريقيا، وده شيء مش غريب يعني. بلغته البيت يكون افضل يعني، ما يكونش فيه اكتر من كده يعني، لو على السرقه ما فيش مشكله، ما يكونش فيه كلام اكتر من كده يعني. ده بالنسبه للكابتن حسام غالي. يمكن الحمد لله يمكن ان هم الساعه بتاعته كانت مع الفلوس، بس الساعه يبدو ان هي ما كانتش غاليه، او الساعه ممكن تكون ساعه عاديه فما اتسرقتش يعني، كانت موجوده لقاها لما رجع. كويس. يمكن احنا لسه راجعين من جوله تسويقيه، كان في شوبينج في مول في مدينه بريتوريا، كان الجوله التسويقيه كانت بعد الغداء على طول يعني، اللعيبه اتغدت حوالي الساعه 1 الظهر، ما طلعوش الغرف بتاعتهم، اتحركنا على طول الساعه 1:30 الى المول التجاري اللي في بريتوريا. عايز اقول لك المسافات قريبه جدا، المدينه جميله، يمكن المسافه من كل اتجاه بنروح سواء ملعب التدريب 10 دقائق او للمول النهارده ما كانش اكتر من ربع ساعه. الجوله التسويقيه في المول النهارده كانت مفاجاه للجميع، لان الاسعار كانت غاليه جدا عكس ما كان متوقع. تمام. ده بالنسبه للجوله التسويقيه. التمرين النهارده كان ساعه ونص بالظبط على احد الملاعب الفرعيه للمدينه الجامعيه الخاصه بجامعه بريتوريا. جامعه بريتوريا تحتوي على 15 ملعب، وعايز اقول لك بصراحه يعني قمه في النهوض بالرياضه داخل دوله جنوب افريقيا وبالتحديد. طبعا بعد كاس العالم لازم الدنيا اتغيرت خالص. طبعا لا، دول يستحقوا ينظموا كاس العالم كل 4 سنين. طبعا ما تلفش كل 20 سنه، لا أكيد. كل 4 سنين يستحقوا تنظيم كاس العالم بالفعل. اكيد. المران النهارده كان حماسي جدا، 3 لاعبين سقطوا في المران. طبعا اول لعيب كان محمد فضل، وكان يا دوبك ده كان في التسخينه الاولانيه، كان وائل جمعه شويه دخل بتاكلينج بسيط، لكن محمد فضل الحمد لله قام بسلامه بعد الدكتور وليد ما اعطاله بعض يعني العلاجات السريعه، ومحمد فضل قدر يكمل، لكن في اخر التمرين كان بيحط ثلج على الانكل، وربنا يسهل يكون باذن الله اصابه خفيفه. دومينيك نفس الامر، محمد ابو تريكه بيسدد الكره براسه، فراسه خبطت في كتف دومينيك، يبدو ان كانت الخبطه قويه شويه، فدومينيك تعلم منها حوالي 5 دقائق، وبرده بيستعين بالثلج. الاصابه الثالثه كانت لمعتز زين، وهي مش اصابه يعني، الاحتكاك الثالث كان مع معتز زين وشريف عبد الفضيل. ايه اللي حصل بقى بين اينو وشريف عبد الفضيل؟ انا سامع كلام كتير في الموضوع ده. هل مستر مانويل جوزيه طرد شريف عبد الفضيل من التمرين فعلا؟ اقول لك، هو فعلا طرده من التمرين، بس الاول في الاجتماع اللي كان قبل التمرين مستر مانو ما اتكلمش غير في حاجه واحده بس، ارجوكم حافظوا على بعض، ما
محدش يخش على حد بشكل قوي، عايزين ال 20 لعيب يكونوا موجودين في المباراه يوم السبت القادم. مستر مانو في المحاضره قبل التمرين ما قالش غير الجمله دي بس. تمام. فبالفعل لما بدا التمرين احنا لاحظنا الحماس الشديد، ويبدو الحماس الشديد كان جاي نتيجه درجه الحراره عاليه، درجه الحراره عاليه في بريتوريا النهارده احنا يمكن وصل حوالي 35 درجه مئويه، درجه حراره عاليه جدا وفي رطوبه عاليه جدا عكس ما كان متوقع في امطار او مثلا في بروده. تمام. احدى الكرات يمكن كان شريف في الاول قبل ما يخش على اينو كان في تعليمات فنيه من مستر مانويل لشريف، فالشريف حب ان هو يظهر برضه ان هو لا متواجد وما عندوش مشكله ويقدر ينفذ التعليمات بشكل كويس، فمن القوه والحماس احتك بينو. الاحتكاك كان بسيط جدا بس هو اينو يمكن في البدايه حس ان الخبطه قويه، فنتيجه الارتطام او نتيجه الصوت العالي مستر مانويل حس ان كده لا الامور ممكن تهرب من ايده في التمرين، فطرد شريف. بس الطرد ما كانش بشكل وحش ولا حاجه، يعني هو كان الطرد يعني اربوكم حافظ على بعض فخرج، وده بيحصل على فكره في اي تدريب في العالم. والكابتن احمد يعني مش احسن مني، يعني مش لدرجه انه طرده وقصه اللي انا قريتها دي يعني. لا 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 ده بالعكس، انا عايز اقول لك موقف طريف حصل بينهم من بعض في الاخر احكي لك في الترتيب، لكن خرج شريف بهدوء وبدون انفعال وقعد، واحنا على فكره قمره قناه الاهلي صورت كل تلك اللحظات لحظه بطه حتى لا يقوم اي حد مثلا بتاويل كلام او نتفرج عليها بالليل ان شاء الله زياده عن اللازم. ان شاء الله نشوفها بالليل في الاهلي اليوم باذن الله. بعد التمرين كان محمد ابو تريكه حريص على ان شريف عبد الفضيل ينزل الملعب ويعتذر لمستر مانويل، وبالفعل محمد ابو تريكه هو النهارده كان حمام في السلام لانهاء الازمه البسيطه ديت، ودخل شريف واتكلم مع مستر مانويل، ومستر مانويل حتى دعبه في الاخر قال له ما تكررهاش بكره، لو قررتها بكره هقتلك، لازم تكونوا موجودين رجعوا مصر بقى ايوه لازم تكونوا جاهزين للمباراه بكره ك 20 لعيب، لان المباراه مهمه جدا وعايزين نحسن فيها صوره مصر والكره المصريه على وجه الخصوص. وفعلا شريف حتى كان في مداعبات بينه وبين اينو، وكلهم اتفقوا النهارده ان في الغرفه 414 كلهم يتجمعوا وتبقى في بقى انت عارف المناوشات بقى شغل القفشات اللي بيحصل بينهم من بعض، فشريف مستني بس الليل يليل ويطلعوا بغرفه 418 مع اينو وتبقى القعده بقى زي ما انت عارف اللي هيحصل فيها يعني. لكن الازمه ازمه بسيطه جدا ومرت بسلام، ويمكن الكاميرا قناه الاهلي صورت كل تفاصيلها لحظه بلحظه حتى انتهاء الصلح اللي كان بيه كان محمد ابو تريكه. عايز اقول لك كمان خبر ثاني، ايمن اشرف بكره باذن الله هيخش في التقسيمه والمران الجماعي وتحسنت حالته والاصابه اللي كانت موجوده في انكا القدم، ودكتور وليد عبد الباقي اكد لي ان ايمن اشرف بكره هيكون جاهز، ودخوله بكره في التقسيمه او المران مش اختبار طبي او لا، بالعكس هو جاهز للمشاركه في التمرين، واذا بكره ان شاء الله مرت الامور بسلام هيكون موجود بالتاكيد في المباراه حسب رؤيه الجهاز الفني. بكره التدريب الساعه 10 صباحا باذن الله، وبكره التدريب الساعه 10، التجمع للفطار الساعه 9، والتحرك 10 الا ربع، والتمرين 10، الغداء الساعه 1، والعشاء في حدود الساعه 7:30. المدينه هاديه جدا، مدينه بريتوريا، ويوم الجمعه باذن الله حوالي الساعه 3 هنتحرك الى بولكوين للمباراه الاياب امام سوبر سبورت، والعوده بعد المباراه مباشره من الاستاد الى مدينه بريتوريا مره اخرى استعدادا للسفر مساء الاحد الساعه 10 الا ربع بتوقيت القاهره وهو نفس توقيت جنوب افريقيا. ده كان كل التفاصيل. الساعه ايه؟ محمد لا 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 الساعه كام يا محمد؟ تحرك يوم الاحد الساعه 10 الا ربع مساء للوصول فجر الاثنين الساعه 6 الا ثلث باذن الله تعالى. السلامه ان شاء الله. اشكرك يا ابو حميد، وهنبقى على تواصل دايما معاك باذن الله لحظه بلحظه، وهنستنى طبعا شريط الفيديو اللي هتبعته النهارده عشان نتابع كل مدار في معسكر النادي الاهلي خلال اليوم النهارده ان شاء الله. كل ده هتتابعوه خلال حلقه الاهلي اليوم النهارده باذن الله تعالى. ارجع مره ثانيه للصقر.